كنظن انه اليوم والفرق ديالنا ما ظهرش بالشكل اللي هو كان منتظر، رغم ذلك فاحنا خلقنا تقريبا خاصه في الشوط الاول ثلاثه ديال الفرص كانت حقيقيه ديال التسجيل، للاسف لم تترجم لاهداف، وبالتالي دخلنا في واحد الايقاع اللي هو بطيء، خاصه إذا كان فكروا بواحد الشكل مغاير بعد الطرد ديال بديع روك اللي هو غير مبرر. تظن أنه مقابلة خاصنا نسوها بسرعة، وأننا نفكروا يعني في المقابلة اللي جاية باش الفريق يرجع وتكون الفعالية اللي تخص الفعالية الهجومية حاضرة. يمكن ما نتفقش معك على أنه طنجة في المقابلات، ولو أنه انهزم في خمسة ديال المقابلات ما تظنش أنه كان المستوى ديالو يعني سيء. احنا عارفين على أنه النتيجه ديال المقابله كتلعب على بعض الجزئيات، يمكن اتحاد طنجه اخطا في بعض الجزئيات ونهز في بعض المقابلات، كان اليوم كان ممكن اتحادنا اليوم اننا يعني ناخذ ثلاثه نقاط، مع الاسف ما كانش الفعاليه الهجوميه حاضره. طبعا انا حضرت اللاعبين على اننا يعني باش ما نطيحوش في الفخ ديال قله الحماس او التهاون، او لا يمكن اعتبار فرق اتحاد طنجه فرق اللي هو عادي جدا، وانا صرحت من قبل وقلت له انه فرق طنجه فرق اللي هو محترم، فرق عنده شخصيه ولاعبين اللي كلهم كنشوفوهم كانوا متحمسين كيف جميع المقابلات. طبعا فقط يعني احنا افتقدنا يعني تظن انه الفعاليه على الاقل يعني من اربعه خمسه الفرص اللي خلقنا اللي كانت واضحه كان ممكن اننا نسجلوا منهم هدف، لو كان سجلنا هدف كان ممكن يكون يعني الفرق ديالنا بشكل اخر. اضافه الى الطرد ديال بديعوك اللي صراحه جا في التوقيت اللي هو صعب، خلينا اننا نلعب ناقصين، ما ننساوش على الارضيه ديال الملعب حتى هي ما كانتش في المستوى، ما كانتش مقطعه، ما كانتش مبلله باش الكره تمشي بسرعه، يعني كانت بعض الاشياء. الجماهير اللي ما كانتش حتى هي كانت واحد الحماس للفريقين بجوجهم ماشي غير الوداد، تظن هذه كانت كلها يمكن اسباب اللي خلات انه المباراه ما كانتش في المستوى. حنايا حاولنا وانا تكلمت عليها، قلت انا كنناقشوا كل مقابله، يعني ما يمكنش انه الواحد يفكر في المقابله ديال الديربي، انه الديربي الا فزتي غتاخذ ثلاثه نقاط، وفزتي غتحط ثلاثه تاخذ ثلاثه نقاط، يعني كلها يعني متساويه بالنسبه لنا حنايا، لانه الحاصله هي في اخر الموسم شكون اللي غادي يجمع اكبر عدد ديال النقاط. حنايا حاولنا يمكن الخروج يعني في بعض الاحيان كان هناك يعني واحد الشروط ديال مجموعه اللاعبين، كانت بعض الاخطاء اللي هي تقنيه يعني في التمريرات يعني في التموقع، ولكن كيف ما كان الحال فالشوط الاول على الاقل الشوط الاول رغم على انه انا ما كنتش راضي على الاداء الجماعي ديال اللاعبين، ولكن خلقنا فرص، كانت فرص يعني كانت يعني الراسيه ديال الحسوني، الراسيه للراس ديال اوناجم، جديته هو يعني الكره ديالته هذيك العرضيه يعني كتلعب يعني في القائم في الكرتون في اليسار، يعني كانت فرص، كان عندنا حضور في بعض الاحيان، كان يعني الشد اللاعبين انهم ما كانوش مركزين بشكل جيد، وكما قلت لانه حتى الطرد ديال اللاعبين بديعوك حتى هو خلى الفرق انه تلعب يعني ناقص. حاولنا اننا ندخلوا المقابله اننا نوصلوا فرق الخصم، مع الاسف يعني لم نترجم يعني هذيك الفرص اللي كانت قليله، يمكن خمسه سته يعني في المجموعه ديال المقابله الاولى لم تترجم، وبالتالي شيء عادي جدا على انه الفريق غادي يمر بهذه المراحل هذه، لانه ما نساوش يعني حتى ذاك الاستثمار والدفاع الذهني اللي كان في المقابله الاخيره امام الفريق النيجيري ريفرز، حتى هو كان واحد الدفاع وكان واحد الضغط اللي هو كبير، شيء عادي على انه المقابله اللي بعدها، وخاصه انه يعني كتجي بعد يومين فقط، انه تكون من ناحيه الحماس ديالنا تكون شي شويه قليله، شيء عادي يعني الانسان بالطبيعه ديالته ما يمكنش يمشي في واحد الاسبوع ثلاثه المقابلات كلها يعني بنفس الايقاع، الانسان هو بني ادم وتحتاج لواحد الوقت باش يسترجع، اول حاجه يرتاح ويسترجع يعني هذيك الثروه ديالته نقولوا الذهنيه وحتى البدنيه. انا تنحاول على اننا نناقشوا كل مقابله، انا ما يمكنش نفكر في الديربي وانا عندي مقابله ديال ثلاثه نقاط، انا قلت قبل قليل انه القيمه يعني ديال النتيجه ولا النقاط فهي متساويه، لعبتي هذه المقابله ولعبتي المقابله الاخرى. انا حاول نحضر لان انا ممكنش نظن نوقعي الفتره هذا، بالنسبه لي المقابلات كلها يعني كيف خاصنا نجمعوا النقاط الى بغينا نلعبوا على اللقب ديال البطوله، يعني وما يقع يعني داخل العقول ديال اللاعبين فهما اللي كيعرفوا، حنا كنحاولوا نحضروا ونحمسوا اللاعبين، حتى انه انا سالت اللاعبين يعني اكثر من مره على اساس انه اللاعب اللي هو غير متحمس غير جاهز على انه يبدل واحد الجهد اللي هو كبير
هو فيها بس انه يتكل المعتقد التقني ويخليه ويدخلوا لاعبين يعني اخرين. يعني اكثر من مره طرحت هذا السؤال، الكل كان متحمس، الكل كان يريد ان يلعب هذه المقابله. انا تنظن اليوم لو كان الجمهور كان يمكن المقابله تكون في مستوى عالي، لو كان الضغط ديال الجماهير كان يعني المستوى يكون افضل. ما ننساوش انه في الوقت اللي كان الحجر الصحي شفنا المستوى ديال البطوله تقريبا مش العام، يعني في الحضور الجماهيري والوقت اللي رجع الجمهور شفنا يعني واحد الحماس اللي كان يعني داخل المستوى الاخضر. شيء عادي انك تضيع النقاط الا ما استغليتيش الفرصه، على الاقل لما كتكون فعاليه حاضره من ثاني فرصه خاصك تسجل. الا لقيتي كتضيع تدخل يعني في التفكير هذا، فتنظر انه في الاخير فانت تتبدي، خاصه انه تحت الضغط ديال بديعوك تا هو اعاق يعني هذا الحضور ديالنا الهجومي، خاصه يعني في الشوط الثاني. كيف ما كان الحال المقابله غادي نحاول نسويها بسرعه، متلقي لنا ثلاث ايام قبل مقابله يعني البطوله يعني المقبله، ان شاء الله نكونوا يعني جاهزين ذهنيا وبدنيا باش نكونوا يعني الديربي بالنسبه يعني للجماهير ديال الدار البيضاء مهم بالنسبه لهم يعني بواحد الشكل كبير، يعني الكل تيكون يعني حاضر، الكل يهيئ يعني الفريق ديالو، لا ادارات ولا الطاقم التقني ولا لاعبين ولا جماهير، الكل يريد ان يظهر يعني بالشكل يعني المطلوب. كيف ما قلت قبل قليل، انا مازال ما فكرتش في الديربي باش ما نكذبش عليكم. حنايا انا واحد المدرب اللي تنامل انه خاصنا نناقشوا مقابله يمكنش هذا تتاكل واحد الحوته وانت باقي ما صيدتهاش وتبقى في البحر. حنا هاد جوج نقاط اليوم اللي ضيعنا اليوم مهمين بالنسبه لنا التتمه او ديال النهايه ديال البطوله. متبقينا ثلاث ايام وان شاء الله حنا غادي نناقشوا وغادي نتعاملوا مع المقابله ان شاء الله بشكل يعني جيد اللي خلينا اننا نكونوا قرابين من النتيجه الايجابيه ان شاء الله يوم الاحد.